واش اخوتي الزوينين فين مرتاحين؟ اليز زازلوز مطرين دوزتو العيد تبرعتو بالفاف قطبان اجواء مهم عشوها بروجو ليك الدراري صيف صيف الدراري الحر الناس تجعوه عمارات تواشا كلشي من ادغل برو المهم الدراري تلاقيت مع الانتقادات شو ما عارفين انا ما كنت مزكش حبهم الانتقادات كيف ما كانوا حيت انا داخل عليها الدراري هي انا واش الاكادير قالوا لي انت يا خلي شي مدينتك اللي تولدتي فيها وعشتي فيها وكذا وكذا تميتي غادي في اكادير تما تحتاج بالجلود وداك الشيء ما كاينش وداك الشيء علاش وداك الشيء بدعه وداك الشيء فاك اللي تبقى داو بزاف انا اصلا داخل هذا العالم ديال السوشيال ميديا تندبر على راسي ما يروج ومن بلبل في اطار ادسنس الدريبه روج ولا كنمشي كنصور فيديوهات كنعيش اللحظات كنتبطك كنخلق ابروج ولا مع الناس كنزهيها المهم علينا الا جينا نشوفوها من ذاك المنظور فرا كل منطقه في هذا المغرب هذا بالرجوله عندها عاداتها وتقاليدها فاحنا نشوفوا واحد العاده وواحد التقليد الدراري انتم راكم عارفين وفاهمين وهو زمزم وعاشور شعاله فهمتين المهم زمزم وشعاله هذاك الشيء لا اساس له من الصحه هذا الشيء اللي كنديروه هنا فاش كيوصل الزمزم كتبدا الحبوب بنادم من البيض وكذا علاش حنا عشنا داك الشيء وشفنا الناس اللي قبل منا كانوا كيديروه كيضربوا بنادم بالبيض كيديروا الخرقوب كيديروا جبيل وشنا هي هذيك وشنا شي حاجه ما لا والو وكذلك الشعاله كنمشيو نجيبو واحد بشكل صغار بروجولة كنجيبو بلوات وكنجيبو بدا وروينه وكتشعل الحبه الشعلوله ديالها بصح كتبان لك الغباريه والعافيه طالعه الى اعالي السماء وكيجيو البوليس وكيجيو البومبيه وكتبقى حبه العافيه وكل اللي كيمشي كيبات كل اللي كيهرب لدارهم كله كانت موغله الاجواء وباقى لحد الان وما عمرها غتحيد علاش حيت حنا شفنا ناس اللي قبل منا كانوا كيديروا داك الشيء فالناس ديال سوس شافوا الناس اللي قبل منهم كيديروا داك الشيء فهما كيكبروا كيديروا يعني التعلم في الصغر النقش على الحجر يعني ديك الساعه هادشي عندهم هما عادات وتقاليد الدراري فبزاف ديال الناس انا كنشوفهم تما كيديروا داك الشيء غير في اعطاء الزو والضحك والنشاط ما عندهم لا اعتقادات لا والو خالقينها فكذلك انا باش مشيت ركبت في الترابورتور وتوغلت وسط بنادم بنادم فرحان بنادم بلبله بنادم مشعللها خالقين الاجواء وعايشين الديكور ديالهم بالطريقه اللي كيحبوه هما عشنا معاهم برجوله داك الشيء كيبقى عاداتهم وتقاليدهم وما عندنا ما نقولوا شي عاشوه هما فاش كانوا صغار وكبروا عليه ما عندنا حنا ما نقولوا بداك الشيء برجوله خويا ملعوبه هما الدراري البحرين في الجو جمشيه تعال تعال طلع طلع هو شاف مسكين بادي فيها الصيف مو هو طلع تم الحبه كانت حالك شوف عايش معاهم ملعوبه عايش معاهم ملعوبه وضرب شي جبني ديال الحسوق عايش معاهم ملعوبه كاين اجي واو بعد الصيف بادي حبه باصابه مطلقه وين ولد ديديكاس؟ ها؟ وين ولد ديديكاس؟ حاجة انت شباب؟ ها؟ شباب؟ سيد ديديكاس شنو ليش شنو؟ اوه خرج هو جاي شنو غاتلعب قوة انتم؟ الدراري الساكن كيشوفوا من العوبة كيشوفوا جايين ولا طحتوا على الأغشية؟ ها؟ هاني حنا مولفين على داكشي داكشي ديرو حتى نديرو حنا سيرو عندك انا كاين الحشليفة هنا تولي مجروح ولا شي نعيس يلاه العب الدراري هاجي تعيش مع الأجواء الدراري وتمطق معاهم برجولة أو غير طق الرجلة كاسة انتم كاسة؟ اه كازا ملي شتمل انا نلعب واش تخص تلعب معاهم اجي دخل معايا زيد هنا ايوا تما انا وياكم والعشره انت هما معانا تما سيد في واحد المطعم انت هي لي شوف لي تما ها طيب يا لي زاوي المهم الاهم هو الدراري ان هادشي اللي كتشوفوه دابا نتوما كيديروه الناس سوسه هو بليه عاشوا به كبروا به يعني من المستحيل انهم يحيدوه بين عشيه وضحاها واش انت راه معايا شو دابا انت راك دابا انت مبلي بشي لعيبه تقدر تحيدها في بلاصه ما تقدرش سمود وخصك ويا الله عافاك تعيات المهم خليهم يعيشوا حياتهم كل واحد بلا باش كل واحد يعيش حياته بالطريقه اللي بغاها وديزها هو اليوم فيق بكري الدراري وانا فايق حزين ناس ما ونس دابا الدراري بورونا غادي ندي طوموبيلتي اليوم في وراقه الدراري غندخل حد بالكراج الدراري اليوم باش تصوب ثلاث سنين ونص الدراري ما تفارقتش انا والطوموبيل الدراري تفارق شو الدراري تحط باش تصيب مالي يا خويا ما تخافيش صويمين انت هي دي زواج تصوب تصيب حبات فاس كامل الدراري من هنا ولا ترجع تبوكيصا وثاني وراك لي السفريات نلعبوها قالوا لي السيمانه وملي قالوا لي السيمانه وانا نتمشى مع حبكم شويه كتفكر ملي انا راه عندي رجلين الدراري وبذلك غنضرب حبه دابا هنا من عين السبع ديريكت عمو البرنوسي الدراري برجوله وهاد اللقطة اللي غنوريكم دابا الدراري هي الرومبا بالعربية مدار أصعب مدار هو هذا الدراري في عين السبع بالرجولة أخمش مدار أخمش رومبا
هنا في قيدوا لي الدراري 800 درهم فاش قال لك حرك الضوء حمر وانا راه ما حركش الضوء حمر انا راه شويه اش يعني ما علقتش ما حتى شي لعب كديره مغله فيها شي جاي شي غادي شي داخل شي خارج مغله حبه الرومبه ويلا حبتك يا معلم هذو الدراري مو هي عين السبع هذا فيك السعاده اش حبه لا سعاده لا هو سدوه ونضرب واحد خير السعاده ويعيش هو معاه يا خدامين على الدراري حنا مزيانه صحيبي عايش واشاد ديكورات حياه لا لا اللاعبين ما عرفتش بغا يصلحوا هنايا بالرجوله ولكن بالعوب هو اللي قال لا جا واش بان اللقطه كامله اوبا درت ديك اللقطه ديال ودك هاي شغل الباب محلول منه وانا منقز من هنا ما الحب في بالي لا طايش هو معايا بالرجول اذا دابا الاخوه كتشوفوا هنايا لاكورد هما كيسيبوا لك الديكورات شي جارين حب هادي راه من هنا في قلت لك هذا من هنا المحمديه الدريبه رجوله شو هاي وليه كاين واحد اللافتات هما لفتوا لكم القافيه النقيه شو الدراري حاولوا على الرميله من الزفير على السيليا زيد لكم هاد اللعيبه عاوتاني بغا روشو شو الدراري حاولوا على المميجات من السيخات شا كاين هاد اللعيبه ديال تاع شايا حاولوا على التجهيزات من التكرميه لا لا خلونا في المميجات هو الدراري بحرين منكين منكين ولا قريب ثلاثه سالينا مرحبا المغرب هدا الدري جاكم الله دير 12 باب على المغرب انتما يوسف راه شحال غادي تيكواندو بين الدراري شجعوا شجعوا الدراري سير تيكواندور مطلع قال الدراري تهلاو في تهلاو في الدراري ولا نلعبوا هذا دابا باغي شي حد الدراري غندير دابا واحد النقاش مع الدراري واحد مناوشه تواشق التحدي ديالو الدراري صافي متفقوا الدراري هما هذوك غيتلاح من القادوس الدراري صحابو اللي حكموا عليه باش يتلاح من القادوس يا ربي لي القادوس الدراري الجماطك بيلي خوك شي خوك يبيع فيه لجن فسخ علاش شو الدراري ناري ناري طرس ناري البيسي استرا ويلي 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 مقدرة قطع ليه وانا ادير بحالي ديك النهار نقص من هنا الرن سير ليه لا 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 هذيك الصح انا الصح ما ديرش ولا عاقه ولا شي لعيبه هما الدراري معاك وش جاي تلاحى منها تلاحى منها العب علاش ايوا اكيد شويه ديال البرد سير خذ وقت تنفس تنفس خذ يلا لعبها تما لعب عليها شو دردك ايوا الطماطك ضرب لي جيت الحيانات جبد يلا جبد ايوا تلاح بلانشا تلخ يلا خرج خرج عندك سنارة اه ودري اش ايش ما نيش حتى ولكن راه عنده الترابيزا عنده لي زاب دومينو ما يطق ما يطق